بحاول انجليزي وكده في الطبيعه اللي انا قاعد فيها دي، فيا رب اللي انا عامله ده يطلع حلو في الاخر، لان انا مش حاسس خالص من مكاني هذا. نزلت ستوري على انستغرام قلت لو هنعمل فيديو كيو ان اي السؤال بتاعك، فما توقعتش ان حد هيرد اصلا، بس الحقيقه ان انا جالي شويه اسئله لطيفه. مؤمن، ايه النصيحه اللي ممكن تغير بيها حياه شخص؟ بص يا مؤمن، انا مش مقتنع خالص بفكره ان النصيحه هتغير حياه شخص. يعني مفيش حاجه واحده، هي الحياه فيها حاجات كتير واسباب كتير وظروف مختلفه، فاكيد مش حاجه واحده هي اللي هتغير. بس مثلا لو عايز نصيحه، فانا نصيحتي انك ما تتكسفش، يعني ما تتكسفش من الحاجه اللي انت بتعملها او الحاجه اللي انت عايز تعملها او حاجه عايز تقولها لو هي مش حرام. دي حاجه انا اكتسبتها مع الوقت، لان انا اكتشفت ان الكسوف بيضيع عليك حاجات كتير. انا دخلت اماكن، اتعاملت مثلا مع اصحاب شركات كتير السنه اللي فاتت، كنت لسه داخل في مجال الانتربرينورشيب وما كملتش فيه، بس الفكره ان انا كنت بتكسف اتكلم مع الناس دي، في حين انا لو كنت اتكلمت وكسرت الحاجز ده، لان مش بعمل حاجه عيب يعني عادي، كان زماني كسبت علاقات كتيره الفتره دي. محمد ابراهيم، طموحك ايه من الفيديوز؟ مش عارف، يعني طموحي من الفيديوز دي ان انا ابقى فيديو ميكر بجد. يعني انا لحد دلوقتي مش مقتنع ان انا، او مش مصدق يعني ان انا فيديو ميكر. انا عايز لا يبقى عندي بقى الامكانيات الكافيه، وان الموضوع ده يبقى بيحكمه الاعداد الناس اللي بتتابعك، يبقى متابعك عدد كبير من الناس، فخلاص انت ايه بقيت في الزون دي، ان انت بقيت فيديو ميكر بجد او فلوجر بجد فعلا. لو عايز حاجه تقدمها عندك البيز او الاودينس اللي هيسمعوها، في نفس الوقت هحافظ على نفس الكونتنت، نفس الفكره، ان انا ما اقدمش اي حاجه فيها اسفاف. عبدو حلمي بيقول لي تبقى بلوجر مشهور ولا دنتست ناجح؟ ما ينفعش الاثنين. بص، هو لو هتخيرني فعلا بين انك تكمل مثلا في يوتيوب ولا طب الاسنان، فلا انا دكتور وش، يعني دي بالنسبه لي الحلم الاكبر، اكبر من الفيديوز دي. مجرد هوايه، لو كبرت هتبقى حاجه تفرحني جدا لان انا بحبها، بس في نفس الوقت هي مش المين تراك في حياتي. ناس كتير واقفه بصلي باستغراب، مش عارف انا بعمل ايه. بس مستنيين معاد. اوكي، عدوا بقى انجزوا في بصيت طريقه غريبه. اوكي نكمل. انت حابب ده او ايه السبب اللي خلاك تفكر في الفيديوهات؟ فاطمه، السبب اللي خلاني افكر في الفيديوز الاول انا قلته في فلوج رقم 10، قلت ان انا ما كنتش عارف يعني ايه فلوج اصلا لحد ما اتفرجت على حازم الصديق وعرفت يعني ايه فلوج. والسبب ان انا حابب اعمل حاجه زي كده، زي ما حد ينزل صورته على مثلا انستغرام او فيسبوك او كده، دي حاجه مثلا بتبسطه، في ناس بتحب تشير صوره، انا بحب اشير فيديوز، دي حاجه بتبسطني جدا. محمد درويش، تعرف حد مصاب قصده بكورونا؟ اعرف كتير، بس للاسف معظم اللي عرفتهم ما قالوش غير بعد ما خفوا، فدي في حد ذاتها. Your plans after COVID-19. مفيش حاجه محدده، بس مثلا في حاجات في حياتي فكرت فيها ان انا كنت بعملها غلط، زي السيفل ورك، ان انا كنت بنزل 6000 حاجه، انا بعد كده هنقي الحاجات اللي انزلها، لان انا استفدت الفتره دي بحاجات ما استفدتهاش وانا بعمل سيفل ورك والحاجات دي. ما كنتش بفكر افتح كورسيرا ولندا والحاجات دي اصلا اتعلم عليهم حاجه. الفتره اللي فاتت في الكورونا والحاجات دي عملت كده، وحسيت ان انا بستفاد بكونتنت كمعلومات بقى وكفكر اكتر من السكيلز والحاجات اللي هتعلمها في السيفل ورك. فان انا اقلل ده شيء ايجابي وحاجه غريبه عليا ان انا اقول ده، انا عارف لان اصحابي عارفين ان انا بنزل في الحاجات دي كتير. نفسك توصل لايه مع علاقتك بربنا؟ نفسي اوصل ان انا بعمل الحاجه الحلال الصح بدون ادنى شك، واعرف اجاهد نفسي بحزم شويه، لان انا في حاجات بعديها لنفسي، عايز ابطل الحوار ده. ايه اكتر حاجه بتحفزك؟ ايه اكتر حاجه بتحفزني؟ بالنسبه لي الفيدباك بيأثر معايا، انا بحب الكومنتس، يعني بحب اقرا الكومنت لو حد كتب لي حاجه، دي بتحفزني، بتخليني عايز اقوم اعمل فيديو تاني في نفس الوقت. الحاجه الثانيه ان لما بزيد مثلا سبسكرايبر جديد ده بيحفزني. اليومين اللي فاتوا بقالنا 10 ايام ما عملناش فيديو تقريبا، اليومين اللي فاتوا لقيت السبسكرايبرز قالوا مثلا 7-8، فده حاجه احبطتني جدا، وفي نفس الوقت حفزتني ان انا اعمل فيديو، لان انت لما مش هتستمر هتلاقي الدنيا بتقع منك. فدوة، ما فكرتش تدخل مسابقة انستجرام علشان تكبر الاكونت بتاعك؟ مش عارف، ما فكرتش بصراحة، بس لو جينا نفكر في الموضوع، الناس اللي بتيجي من المسابقات دي بتبقى جاية كده فولو فور فولو تقريبا على ما اعتقد يعني. فانا عايز مثلا لو هعمل مسابقة او هعمل حاجة تبقى لناس بيحبوا الكونتنت ده، ناس بتابع فلوجرز، ناس عارفة الفلوجز، فهيجي هيتفرج مش مجرد رقم وخلاص. ازاي تفتح حوار مع حد لسه عارفه جديد؟ مؤمن اسامة، تفتح حوار مع حد جديد هو على حسب، لو على السوشيال ميديا الموضوع بيختلف، بس عايز تفتح موضوع مع حد في الواقع طبيعي تبقوا بتشتغلوا في حاجه مشتركه، يعني مثلا مش عارف هو الموضوع بيجي ازاي، والله بجد مش عارف.
2 hours later. بص هو المهم انك ما يعني ما تخافش، ما هو الشخص اللي قدامك ده لو انتوا مثلا، لو هنفترض مثلا ان انت داخل الكليه لاول مره، انا عارف انت عموما انت مش فول ولا حاجه، بس لو نفترض ان انت داخل الكليه مثلا لاول مره وعايز تكلم حد، الحد ده برضه عايز يكلم حد، فانت ابتدي اكسر الحاجز ده، اساله الساعه كام، فاهم يعني، يفتح اي موضوع، بعد كده المواضيع هتجيب بعضها. عبد الله غزال بيسال سؤال حلو قوي، شايف عبد الله كل ما جاي يجاوب سؤالك الهوا يشتغل. ايه معنى الحلم وايه معنى الهدف، وهل كل شخص لازم يكون عنده حلم او هدف ولا مش شرط؟ طيب خلينا نقسم السؤال، ناخد الاول ايه معنى الحلم وايه معنى الهدف. انا شايف ان الاثنين واحد، يعني الهدف والحلم حاجه واحده، بس الحلم ده هدف مؤجل، يعني ده الحاجه الصوره الاكبر، انت مثلا عايز تبقى اكبر دكتور في العالم، ده حلم ما ينفعش تقول عليه هدف الا لما انت تكون في طريق واضح هتخلص الطريق ده هتوصل له، ده حلم. الحلم ده انت بتبتدي تقسمه الاهداف، لو انت دلوقتي في كليه فانت هتبتدي انا عايز اجيب تقدير، انا عايز ارتب على الدفعه، طيب بعد كده عايز اخد ماستر، عايز اعمل كذا، دي كلها ايه اهداف بتحطها قدامك وتمشي فيها، كل ده في سبيل تحقيق الحلم الاكبر. هل كل شخص لازم يكون عنده حلم او هدف ولا مش شرط؟ هو احنا اوريدي كلنا عندنا هدف اللي ربنا خلقك علشانه، اولا العباده وثانيا تعمير الارض، فتعمير الارض ده بقى بيشمل كل حاجه، النجاح في الكارير بتاعك، انك تبقى انسان نافع اللي حواليك، كل دي اهداف اصلا انت اتخلقت بيها او اتخلقت مصير ليها. اهداف بقى تانية في الحياه بقى تنجح في حاجات معينه، وهواياتك واهدافك الشخصيه، اهداف شخصيه وكده، دي حاجه بقى انت بتبتدي تحطها وتبلان ليها، بس كله في اطار هدف اساسي انت اتخلقت عشانه، تعمير الارض. سؤال حلو بس انا نسيت اكتب الاسم بصراحه. هل في مشاكل بتقابلك في مشوار الفلوجز، خاصه الناس السلبيه اللي مش مأمنه بيك؟ حصلت لي في الاول ان كان ناس صحابي وبيقولوا على انا بعمله هبل او عبط مش فاكر، بس كانت حاجه بتضايقني اكيد، بس كانت في نفس الوقت اللي هو ايه بتخليني اتحرك، لا انا هعمل، انا مش بعمل هبل، انا مش بعمل عبط. والعكس الناس بقى اللي بتشجع وبتكتب كلام ايجابي هي اللي كانت بتاكد لي الشعور ده، فتخليني ان انا اكمل فعلا. برضو من السلبيات او الحاجات العوائق يعني اللي بتقابل، ان حد يقول لك ممنوع، زي قبل كده رحت كارفور اصور كارفور سيدي جابر وماشي بقى بالمايك وبالحق، اللي هو انا باين قوي ان انا بصور يعني، كنت اوفر بصراحه، اتقال لي ممنوع. ممنوع دي بتضايق، بتحسك ان انت ما بتعملش حاجه كويسه، هو شعور مش صح، لان مش شرط ان هو ما يعرفش انت بتعمل ايه وبيمنع وخلاص، بس هو شعور سيء، اتمنى ان انا ما احسوش تاني. اتعلمت بصراحه ان انت ايه تسلك امورك، يعني انا تنشنت يومها وليه وبتاع، سلك امورك، اتصرف، روح يوم تاني، صور بسرعه، انجز كده يعني. مين اللي شجعك تبدا بعد تسويف كتير؟ يا دي قصه بصراحه انا بحب اقولها، ان انا عايز اصور، ثانيه واحده، عايز اصور فلوجز، عايز اعمل مش عارف ايه، بدات اعمل ستوريز على انستجرام وفيسبوك وكده، لحد ما عمرو دخل هو بيصور فلوجز برده، قال لي انت ليه ما بتعملش فلوجز؟ قلت له بصراحه انت جيت لي في وقت انا اصلا بفكر فيه انا ليه ما بعملش فلوجز، وكنت يومها مسافر القاهره، وقلت له طب انا هصور بكره وما اعرفش همنتج ازاي وما اعرفش اعمل اي حاجه، ورحت وصورت فعلا يومها، وده كان اول فلوج نزل على القناه. اسراء، نفسك تسافر بره؟ مين ما نفسوش يسافر بره، اكيد نفسي طبعا، نفسي يا اما اسافر فسح او كده لو انا الكارير بتاعي ثابت في مصر وكويس، لو مش كويس يبقى سفر كشغل وكده يعني. مدني على فكره من الناس الجامده جدا يا جماعه في الفلوجز، بيعمل فلوجز بصراحه بتبهرني، هسيب لكم برده اللينك بتاع الشانل بتاعته هيظهر هنا. مدني بيقول لي معدات التصوير بتاعتك، عيب يا مدني السؤال ده، مايك وترايبود وسيلفي ستيك والتليفون او اي حاجه بصور بيها بس كده. لماذا اكل البطاطس مفيد؟ ده سؤال يا ديبو، وعامه اكل البطاطس مش مفيد يا ديبو، بس اكل الهولي بوتيتو يعني العلماء قالوا ان هو في فوائد اكتر. وبس كده، دي كانت الاسئله بتاعت الفلوج ده او اسئله بتاعت النهارده او الكيو ان اي على الشانل، وانا فرحان ان انا عملت حاجه زي كده. سلام. طبعا مش محتاج اقول لك انك هتعمل لايك، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب دو سبسكرايب، وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل شير. انا تعبت في الفيديو جدا، الدنيا جايه تبقى هدوء لما خلصت. انا عايز اوريكم المكان اللي انا قاعد فيه ده، اصوره لكم.